مراسلنا من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، كنت تتحدث قبل انقطاع الاتصال عن هذا الانسحاب الروسي واللي وصفته بأنه تكتيكي وكان لابد منه لحماية المدنيين. تفضل حسين أكمل. نعم، هذا ما كنت أشير إليه حسب ما تؤكده القيادة الروسية بأن الانسحاب هو أمر ضروري أو لا مفر منه. الذي حدث يوم أمس هو انسحاب تكتيكي للقوات الروسية من الجهة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الجهة اليسرى، أي لتشكيل خط دفاع على طول الجبهة، وأيضا لمنع القوات الأوكرانية من القيام بأي هجوم على مقاطعة خيرسون. كما أن السبب الرئيسي وراء هذا الانسحاب التكتيكي للقوات الروسية حسب ما يؤكد الخبراء فهو التخوف الروسي من أن يقدم الجيش الأوكراني على تبجير سد كاخوفسكايا، وما سيؤدي هذا السد أو هذا التبجير إلى خطر على المدنيين في المقاطعة.